واش الخوت معكم البوكا فيديو جديد فلوق جديد اخوتي. الوجهه ديالنا اليوم اقشور ان شاء الله. الفطور هو هذا البيض الجبن الزيتون زيت العود والخبز. تقريبا الثمن ديال هادشي 18 درهم. الطاكسيات ديال اقشور هما هادو. الثمن ديال الطاكسي 25 درهم. وصلنا لاقشور تقريبا شي 25 كيلومتر. ولاحظت واحد البلان ما قلتوش لكم في الفيديوهات اللي فاتوا، هو ان الشمال كيجيو ليه بزاف ديال السياح الاسبان. فهاد البلاصه هادي كاين شي محلات دابا راه سادين حيت شهر 10 هذا ما تيكونوش بزاف ديال السياح، غادي يكون فيهم فهمتي بازارات ولا شي لعيبه بحال هكا. وصلنا تقريبا للسد ديال اقشور، بزينا كنقربوا ليه. انا كتفاش كتفوت هذوك القهاوي واللعيبات كتفوتهم كتلقى السد. الا كنتي باغي تمشي لهذيك قنطره ربي كتجي ديريكت، ما كتدورش على يديك اليسريه، كتكمل مع الطريق هذه. كاينه الطبيعه، كاينه الخضوره، كاين المصافي، كاين المواصلات، كاين قهيوات، كاين اللوطيلات، كاين دار الضيافه، كاين البيوتا، كاين لي زابارتومون، اي لعبه زعما فهاد الشيء كاينه. دابا فاش كتجي لاقشور كاين على اليمين وكاين على اليسر. اليسر فيها الشلال المعروف، ولكن هذاك الشلال ما بقاش فيه الماء دابا. يقدر ان شاء الله باذن الله الى طاحت الشتاء في الشتوى غادي ترجع غيرجع الماء، غيرجعوا اللعيبات كاملين، غادي يولي داك الشيء زوين عاوتاني. كاين اليمين كاينه قنطره ربي راه مشهوره حتى هي، فيها واحد القنطره بالطبيعه مقاده فهمتي داكشي ديال الله. هذيك هي علاش غنمشيو. انتم بحال هاد البان واعر شتي هاد البيوت هادو كيتكراو والماء يعني حداك داكشي. رهيب. تقريبا واحد 10 سنوات وانا كنقول غير خصني نمشي لاقشور شينا، ما عمرو كتب ليا حتى اليوم. فريمون ما ندمتش عليها والله، فريمون تستحق. شي تكون بعيد على السفر تكون ما كتسافرش، ولكن خصك تسافر بحق الله، تكون لا علاقه لك بهذا العيش كما كنقولوا دوك العيبات، ولكن خصك تسافر فريمون. داك الفيلم ديال ستيك فيلم تاع شاروخان كويلا الطبيعه اللي كاينه هنا احسن من داك الفيلم وحق الله. احداق قنطره ربي قيوائيه، قيوه بلديه والله العظيم. حتى هو راه مستمتع بالحياه. شي بلاصه بغيتي تدخل لها من مورا خصك تفزق رجلك. الدراري اللي لقينا دابا كل واحد ملي شي من سوق الاربعاء، واحد الدري من مكناس، المهم مخلطين قنيطره. اكثر حاجه ما كرهتش كون صورتها ولا درت شي فيديو هو واحد البلاصه تتسمى واد القنار. كنا فيها واحد النهار تقريبا نفس الطبيعه تاعي، راه كاينه في الجوي هذا طيب في النواحي تشفشاو عرفتي. واحد النهار بحال الطبيعه بحال المهم الطريق ضربنا تقريبا شي ساعتين ديال المشي. مورا ديك ساعتين عمنا طبعا عرفتي ديك عمنا عومه زوينه حلوه. فاش كنا راجعين بدات الشتاء، تخيلوا معايا راه شي شتاء راه رهيبه والطريق صعيبه ما تقدرش فهمتي. ما كرهتش هذاك النهار كون كنت كنفلوغي نفلوغي لكم هذاك الشيء. يقدر يكون واحد الفيديو من احسن لي فيديو اللي دازوا في تاريخ يوتيوب، علاش داك الشيء اللي وقع هذاك النهار وكيفاش فهمتي الدنيا عرفتي. الناس كانوا مطونطين اللعيبات بحال هكا، واحد كل شيء ولا طالع مع الجبل هربان ومخلوع فهمتي. كان بيهيج الواد بدا تيطلع. المهم شي حاجه عرفتي الهربه وحق الله. هذاك هو النهار اللي كنت كنتمنى انني فيه نكون كنفلوغي ونفلوغي لكم هذاك الشيء وتشوفوا هذوك اللقطات وهذوك اللحظات اللي عشنا هذاك النهار. راه بنادم فهمتي الدراري صحابنا فهمتي اللي معايا اللي مطونطين معايا، راه شتي تيدير شي هكا ما عرفناش اش ندير، واش نجلسوا واش نطلعوا ترونسبور ما كاينش. المهم واحد الشتا عرفتي راه الخلعه.
من باغي يجي لهنا زعما بلا ما يجيب معاه الماء، ان الماء موجود، موجود ديال بصح الماء ديال الشريط موجود، يعني بلا ما تعذب 5 لتر ولا 2 لتر ولا لتر. كنعاود نزيد ناكد واحد البلان، وان الناس هنا راه في شكل ما تنعمناش، حيت شهر 10 هذا الجو تيكون بارد شويه، هنا في الصيف تيكون الجو مطنطن ديال بصح، ولكن الماء ديما كيبقى بارد. هاد البلاصه اللي مورايا اخوتي كانت معروفه بالصوتيات وداكشي، دابا شتهم كاتبين ممنوع السباحه، ما عرفتش زعما علاش، وحتى هنا راه ما صافيش الماء كيما كان شحال هادي، واقيلا داكشي باش تقريبا راه الطاكسيات بعاد على البلاصه اللي كتهودك الماء وداكشي، تقريبا هي شي 100 متر ولا 150 متر. الطاكسيات هما زرقين 25 درهم. وصلنا مدينه شفشاون، وان شاء الله غادي تكون غدا ان شاء الله الوجهه ديالنا الجديده، يعني فيديو جديد، يعني السلسله باقه متواصله، باقين فيديوهات، باقي بزاف ديال البلانات. كنتمنى يكونوا كاع الفيديوهات اللي تفرجتوا فيهم عجبوكم، واللي مازال ما تفرجش في الفيديوهات اللي درت في هذه السلسله غادي نخليهم هنايا، ندخلوا تفرجوا ولا نخليهم في الديسكريبسيون.